نحن أسرة نتكون من أو نحن أسرة مغتربة من 8 سنوات، ولنا 3 أطفال، وزوجي من النوع الذي يتصرف وكأنه أعزب، لا حساب له ولا لنفسه. تقول راتبه جيد، ولكن غالبا ما نتسلف لنكمل الشهر. كل همه أنه يؤمن مبلغ معتبر إلى كل وافد إلى الحج أو العمرة من بلاده، وكثيرا ما يدفعه ذلك إلى أن يستدين المبلغ من زملائه. وما أكثر الوافدين علينا، سواء كان هذا الزائر قريب أو بعيد لا صلة له بنا، إذ أنه قدم وإذا قدم هدية أسرف، إذا انفرد بأصدقائه أنفق عليهم بلا حساب، والأخطر من هذا أنه لا يبيت لنا شيء، بحيث لا يمكنه الدخول إلى وطنه لظروف خاصة، كما أننا لا قرش واحد عندنا على جانب من 8 سنوات عمل. وسؤالها تقول: هل يجوز لي أن أوفر كلما استطعت أو كلما سنحت لي الفرصة لذلك، أوفر وأشتري بذلك ذهبا تحسبا لأي طارئ قد يحدث لنا جميعا؟ ما حكم ذلك؟ أثابكم الله وجزيتم عنا خير. إذا كان زوجك بهذه المثابة فلك أن تأخذي من ماله بغير علمه ما يكفيك ويكفي بنيك، بل ويكفي ولدك من ذكور وإناث بالمعروف. وأما أن تأخذي شيئا تدخرينه زائدا على ما تحتاجين أنت وأولادك فإن ذلك لا يجوز، لأن زوجك بالغ عاقل رشيد غير محجور عليه، فلا يجوز لك أن تتصرفي في شيء من ماله إلا بإذنه، إلا فيما تحتاجين أنت وأولادك إليه، فحينئذ يجوز لك أن تأخذي من ماله بالمعروف. لأن هند بنت عتبة أتت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف. هذا معنى ما قاله صلى الله عليه وسلم. لكن شيخ محمد، تختلف الحالة بين عتبة بين هند بنت عتبة وبين هذه الزوجة، فزوج هند كان مقترا على عياله ولا ينفق للآخرين، أما هذا فإنه ينفق كل ما سقط في يده من متاع ومن مال، فيأتي اليوم الذي يفارقهم فيه ويبقون بدون عائل. نحن ذكرنا قصة هند من أجل أن نبين أنه يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها ويكفي أولادها، وليس معناها أنها مشابهة من كل وجه. أما بالنسبة لكون هذا الرجل معطاء كثير الإنفاق، فهذا لا يمكن أن تأخذ من ماله ما يزيد على نفقتها ونفقة بنيها، لأنه غير محجور عليه. ولكن هي إذا رأت أن الرجل مسرف أو مبذر فلها أن ترفع الأمر إلى المحكمة، فإذا أذنت لها المحكمة في أن تتصرف هذا التصرف الذي ذكرته فلا بأس فيه. إذن لها حل، وهو أن تذهب إلى المحكمة وتدعي بهذه الدعوة التي قدمتها البرنامج، تبين حال زوجها. نعم. امرأة متزوجة ولها أم وليس لهذه الأم عائل، فهل يجوز أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه، علما بأنه لو علم هذا الزوج فسيغضب غضبا شديدا وقد يصل الأمر إلى الطلاق، وفي نفس الوقت لا تستطيع أن تترك والدتها بلا عائل؟ ما هو الجواب في ذلك مأجوري؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا يحل لهذه الزوجة أن تأخذ من مال زوجها لتنفق على أمها إلا بإذنه ورضاه، بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، قاله في منى: قالت حرمة في يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل قد بلغت؟ قالوا: نعم. ولكن ينبغي لها أن تشاور زوجها وتستأذنه في أن تنفق على أمها من ماله. وزوجها إذا أنفق على أم زوجته من ماله كان محسنا إليها وإلى ابنتها زوجته، وكان مثابا على ذلك مع النية الخالصة واحتساب الأجر من الله عز وجل. فيشير على الزوج إذا استأذنت زوجته أن تنفق على أمها الفقيرة التي ليس لها عائل أن يوافق على ذلك ابتغاء رضوان الله عز وجل، وليعلم أن هذا يزيد في ماله بركة ونماء، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال. نعم. بارك الله فيكم.
يقول اشترينا ذهب من أحد المحلات ثم بعد أيام قليلة أردنا أن نستبدل هذا الذهب بذهب آخر، وهذا حسب الاتفاق على الترجيح أم لا، فاستبدلناه بذهب قيمته أقل من قيمة الذهب الأول، فأخذنا الجديد مع الفارق من المال، فهل هذا البيع والشراء جائز أم ماذا؟ نرجو التفصيل في هذا يا سماحة الشيخ. هذا لا بأس به، إذا أخذتم الذهب ودفعتم القيمة على أنه صلح لكم وإلا رددتموه وأخذتم بدله، لأن هذا عبارة عن فسخ البيع الأول وتجديد بيع آخر. أما لو لم يكن بينكم اتفاق في الأول واشتريتم الذهب جازمين عليه ثم بعد إذن رددتموه على البائع وقلت أدل لنا هذا الذهب بذهب آخر مع الفارق، فإن ذلك لا يجوز، لأن هذا بيع لا فسخ. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. نعم، بارك الله فيكم. مجموعة من المعلمات قمنا بعمل حفلة تكريم للمديرة تقديرا لجهودها في المدرسة، وقدمنا الهدايا لها في آخر العام، هل في ذلك بأس؟ أما الدعوة فلا بأس، الدعوة العادية، وأما تقديم الهدايا فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنكر على الرجل الذي بعثه عاملا على الصدقة، فلما رجع قال هذا لكم وهذا أهدي إلي، وقال هلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا. وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هدايا العمال غلول، ولأن الهدية للعامل توجب أن يحابي هذا العامل من أهدى إليه فيتغاضى عن تقصيره أو يمنحه ما لا يستحق. والحاصل أنه لا يجوز للمديرة أن تقبل هدايا المعلمات، أما الدعوة فلا بأس. محسن الله إليكم، تذكر بأنها زوجة عاملة وزوجها يا فضيلة الشيخ يصر على أخذ نصف راتبها شهريا، مع العلم بأنه ليس بحاجة إليه فدخله الشهري كبير، وإذا رفضت أن تعطيه من النصف الراتب هددها بالطلاق والتشريد لها ولأبنائها، ويقلب تقول حياتي إلى جحيم على حد تعبيره، ويمنعني من العمل نهائيا، فأضطر إلى إعطائه ما يريد حفاظا على بيتي وأولادي وخوفا من تهديده، فأعطيه ما يريد رغما عني ودون رضاي، وأنا لا أسامحه فيما يأخذ مني كرها وتهديدا، وأيضا يمنعني من التصرف فيما تبقى لي إلا بعد أن أخذ منه الإذن. والسؤال، هل يحق له ذلك شرعا؟ وهل يحق لي أن أخذ من ماله دون علمه بنية استرجاع ولو جزء مما يأخذه مني؟ بنية استرجاع ولو جزء ما يأخذه مني، وجهونا مأجوري. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أقول إذا كان هناك شرط عند عقد النكاح أن تبقى على العمل دون معارض فلك الشرط، ولا يحل له أن يأخذ منك قرشا واحدا ولا أن يمنعك من العمل، لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا، وقوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، يعني وكل شرط في كتاب الله فهو حق. فإذا كنت شرطت عليه عند عقد النكاح أن لا يمنعك من العمل فليس له حق أن يمنعك، وليس له الحق أن يأخذ من راتبك قرش واحد. أما إذا لم تكن اشترطت عليه فمن المعلوم أن المرأة ملك لزوجها، بمعنى أنه يملك جميع أوقاتها، فليس لها أن تشتغل بعمل خارج عن البيت إلا بإذنه، وحينئذ نقول إذا لم تشتغلي عليه واتفقت أنت وإياه على أن يكون له نصف الراتب ولك النصف، أو له الثلث ولك الثلثان، أو له الثلثان ولك الثلث، فلا بأس، المسلمون على شروط. ولكن الذي يبقى لك مما شرط لك ليس له الحق في منعك من التصرف به، تصرف فيه كما شئت. ولهذا كانت أزواج الرجال في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتصرفن كما شئت دون الرجوع إلى الأزواج، وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين خطب النساء بعد خطبة الرجال في صلاة العيد وأمرهن أن يتصدقن، جعلت المرأة تأخذ من خواتمها وأخراصها وتعطيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة بلال رضي الله عنه، ولم يقل لهن هل استأذنتن أزواجكن، والزوج ليس له حق في مال الزوجة إطلاقا، لا راتبها ولا ثيابها ولا حليها ولا غير ذلك، في حرة فيه. وإذا قدرنا أن الزوج ضغط عليك وهددك بالطلاق إن لم تفعلي، أي إن لم تعطيه شيئا لم يكن اشترطه عند العقد، فإنه آثم وما يأخذه سحت محرم عليه،
فليتق الله في نفسه وليتق الله في أهله وأولاده. نعم. السائلة تقول: سمعت بأنه يجوز للمرأة أن تعمل في البيع والشراء، فهل هذا جائز مع التزام بالحجاب؟ نعم، يجوز أن تتعامل المرأة بالبيع والشراء والتأجير والإجارة بشرط أن لا يترتب على ذلك محظور شرعي، وما زال المسلمون يعملون ذلك. فها هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، جاءتها بريرة تستعينها على مكاتبتها، ثم اشترتها عائشة من أهلها. وكذلك الناس الآن في الأسواق، تأتي المرأة وتشتري من صاحب الدكان يبيع عليها، وكذلك قد تكون المرأة لها عقار تؤجره. فالمهم أن بيع المرأة وشراءها لا بأس به، لكن بشرط أن لا يترتب عليه محظور شرعي. فإن ترتب عليه محظور شرعي بحيث تختلط بالرجال اختلاطا محرما، فإن ذلك لا يجوز. بارك الله فيكم.